On fait une affaire spéciale Haït. Diwan FM spéciale Haït. احنا نحب نعيد عليكم بما كنتوا تتابعوا فينا وتسمعوا فينا في تونس وخارج تونس وكل الضواحي تي في العالم كامل، لانه يعني اليوم انا بنبيها برشا نقولها للعالم. قريه صغيره جدا، عالم قريه صغيره اخويا، معناتها حي الله العلم والتكنولوجيا، وهذيك حاجه باهيه برشا. عيدنا على مواطنين، عيدنا على دي ستار في البرامج الاخرى، ولكن اليوم خلينا نقولها ونامن بها برشا الحقيقة، أنه اليوم الناس اللي تخدم على الديجيتال قاعدة تكسب في جمهور عريض وواسع جدا. عرفتوه في الديجيتال، حبيتوه، تفاعلتوا معاه، بارتاجيتوا له الفيديوهات متاعو. هذه الحاجة اللي أنا شفتها على مستوى الأرقام، على مستوى المحتوى. قد يكون فما ناس يعجبهم المحتوى، فما ناس ما يعجبهمش المحتوى، ولكن في نهاية المطاف بأبسط الأشياء، تليفون نحكي راهو، ما تمش نحكي لا على استوديوات مش عارف وين، ولا نحكي على مئة الملايين، ولا نحكي على خدمة تصير بالتليفون، حاجة باهية برشا. ضيف يكون حاضر معايا بالتليفون، بشير الغربي. مرحبا بشرة، عيدك مبروك. عيدك مبروك. الو الو، بشرة في الراديو، تحياتي ديوانا فين، مرحبا بكم. هاك في فورما يا معلم؟ توجور صاحبي في فورما، انا ديما كاكاو على الاخر ان شاء الله ديما في فورما. سلم عليك برشا يا بشير، وفرحانين برشا اللي انت معانا اليوم. شوف باش نبدا واضح معاك، معناتها براتيكمون يا بشير فماش واحد في تونس عنده تيك توك وعنده فيسبوك ما يعرفكش، ولا ما يعرفش صوتك وتصويرتك، معناتها خلينا نقولها. ولكن بشير فما ناس تسمعنا توا براتيكمون ما تعرفش بشير الغربي، معناتها لا عنده لا فيسبوك لا تيك توك. شكون هو بشير الغربي؟ كيفاش عملت الفيديوهات هذيا؟ من يقف الاسم؟ كيفاش باش نقول هالجمله هذيك الصعيبه نتاع السياسه؟ شنو هي الجهه التي تقف وراء بشير الغربي؟ بالحق نفهموا البدايات، كيفاش بدات بشير؟ الجهه اللي واقفه وراء بشير الغربي النازا نتاع امريكا. اسمع تفضلك بعد راي والله تو يحطوها تيتر، عرفت؟ عندي ما نخاف من شيء، انا اموري واضحه، مضيف عفايف، معناها جوي احلى جو. بون ثم برشا عباد يعرفوني، انا مش نحس بها الشهره كيما العباد تشوفها في تونس، خاطر مانيش في تونس. حسيت بها الشهره كي كنت في مارسي، مشيت لمارسي كل 500 يوقفوني يعملوا معايا تصويره، هذيك هي اللي خلتني نفهم اللي انا تشهرت. ابار هذايا نخدم وحدي، ما عندي حتى حد يعطيني لا افكار ولا يعاونني حتى بموزيكا ولا بفازة، معناها الافكار ناخذ فيها من الفانات نتاعي، بالحياه اليوميه التونسيه اللي نشوفوا فيها والحاجات اللي تصير في تونس اللي عشتهم انا في تونس قبل اللي كنت في تونس. فوالا هذا هو بشير الغربي، تونسي مواطن صالح نظيف عفايف، صاحب ضحكه، ولد باب الله، فوالا بشير الغربي. اول فيديو عملته وقتاش بشير؟ هبطته؟ اول فيديو عنده توا قريب 5 شهور. اول فيديو هذا انا قبل كنت نصور في الناس في الشارع، فهمت؟ نعمل في سكتشوات لكن ما نوريهمش للعباد، ما نهبطش. نهار من نهارات جيت للنمسا، كي جيت للنمسا ما عادش نجم نصور العباد، خاطر النمسا مش كيما فرنسا ولا تونس، العباد في الشارع تدور وتضحك وتلعب. ياسر الحياه لهنا عرفتها كارثه، كابسينها شويه، اي عاقدينها. بو روحت للدار قلت اي تعرف كيفاش، انا نعمل لهم فيديو نمثل فيه. عملت فيديو اول نهار في الخدمه، كيفاش يتصرفوا معك في تونس في اول نهار في الخدمه. الفيديو عمل قريب في 3 ايام، عمل لي قريب 1.5 مليون. واو. 3 ايام. بعده هبطت فيديو مركز الشرطه قبل الثوره. هاي. كيف عمل 1 مليون. ومن وقتها عاد بدات المسيره وبداوا الفيديوهات الكل ضاربين، والحمد لله هذاك من عند ربي. معناها. تصور وحدك وتمنتي وحدك وحدك وحدك، ما ثم حد معاك. كل شيء وحدي، بتليفون. تليفون بديتها بريدمي، معناها اونت اول فيديو عملته. بعد كي تحسنت الظروف بتبيع تخلص من تيك توك وكذا، شريت السامسونج اس 22 ونخدم كام تليفون اهو. الحمد لله خذيت تليفون وخذيت فراري وزوز فيليت. وزوز فيليت. واسمع انت قاعد تقول ايه، بعد راهو تحسب عليك وعاد الفيسك غاديك ما تحكيش عندكم. لا لا انا عندي ورق فرنسا والنمسا، معناها نهرب منا ولا منا، معناها ديما مسلك. باهي معناتها خلينا نقولها اللي يسمع فينا توا، فما فلوس تجي من الفيسبوك والتيك توك ولا كان التيك توك كهو؟ ليه بتبيع فلوس تجي من الفيسبوك من التيك توك من اليوتيوب من اي بلاصه تخدم تلقى. مش بشتير الفلوس يعطوها لك، اما لازمك تعمل برشا، معناها زي برشا
برشا بارتاج وبرشا باش نسالك سؤال محرج ويلزمك تجاوب عليا، معناتها تجاوب تجاوب على السؤال وقداش تنجم تخلص بشير؟ اعطيه لي سكوب كمان معناتها. في الشهر تنجم تعمل مليار زوج مليارات هكا، تو ثم تسالوا على شهريته ويقول لك عليها ما عندي فلوس زوي باش نعمل فازه اخرى. باش نعمل فازه اخرى معناتها معناتها تخلص اكثر من وزير في تونس. وزير قد شغل سول وزير بالبنوات بتاع ليسانس ولا من غير بنوات ليسانس؟ بون من غير بنوات 5 ملايين قوية منك قوية منك والله بالبنوات بتاع ليسانس بالبنوات بتاع ليسانس ان شاء الله ربي يزيدك. بالعكس احنا احنا نفرحوا برشا نفرحوا برشا بشير بالحق نقولوها اليوم، لانه اولاد الديجيتال انتم الناس اللي قاعدين تخدموا على الديجيتال فرضت رواحكم حبيت وقالك راه تقبل باش تطلع في في الميديا ولا تطلع تمثل ولا غيره يلزمك عندك معرفه في اذاعه ولا في تلفزه وتتعدى في برنامج وشوف في رضا وش عليك و فاليوم تكسرت القاعده هذه ومشيت الامور كما تحب انت ويعطيك الصحه. نسالك سؤال كما يسالوه برشا توانسه نجموش نراوك على هذه بالله آه. بل كنت نمشي للاذاعه والتلفزه ونحب نعمل سياسي ويرون يمثل هاي لكن ما يغزروا لك الجمله فهمت. اليوم نوصل قاعد نخدم وحدي بالتليفون لا مستحق مخرج لا مستحق تلفزه لا مستحق حتى شيء، نخدم وحدي وشهره جبتها ونعمل في فيوات اكثر من التلفزيون ومن الراديوات الحمد لله. معناها ساعات ما يعطوكش الفرصه نتاعك اما جبتها وحدي الفرصه عرفت. انا معاك يا بشير في هذيا اما بالحق نشجعك برشا ومعاك، اما فما حاجه ممكن انت بيدك تخمم فيها كيما جات الشهره في ساعه في ظرف 5 شهور اكيد تخاف ان الشهره تمشي في ساعه. اذا انا الشهره ما لوش المشكله اصغر فين انا الشهره ما لوشتش عليها، كان لوشت عليها نخاف عليها. انا من قريت علاش قاعده الشهره خاف كل مره نقول لازم ينبطل لازم ينقص يزيني يزي كي يزي ما عادش عيني بشهرة أكثر من هكا، وكل ما نقول كيكة كل ما تزيد نعمل بيزك فهمتني. فكان جيت خايف عليها نقول لك أنا رأي ممكن العباد قلقت مني مش شهر له كما برشا عباد يعمل بيز فيديو بعد يقص ما عادش النجم يعمل. خمسة شهور خليتك متصدر صفحات الفيسبوك والتيك توك وغيرها وهذه حاجة بهي. قاعدة تتبع في الأعمال التلفزية في رمضان تفرجت السنة في المسلسلات والأعمال؟ والله تبعت شوية بركة لكن زيد ركزت مع خدمتي ما بتعرف لو تعمل فيديو لازمك تفكر فيه. أنا نهبط نهبط بالثلاثة بالأربع فيديوهات معناها راهو خدمة وتفكير وتخمام وزيد رمضان وصيام معناها ما تنجمش تتفرج في فيديوهات اخرين وانت لازمك تعطي الجمهور نتاعك في فيديوهات يستنوا فيهم فهمت. كيف تروح لتونس ان شاء الله ربي يوصلك سالم بشير الغربي كيف يجيك عرض من عمل ما نعرفش انا في رمضان ولا غير رمضان معاه هذايا نتصورك بطبيعه الحال بطبيعه معاه بطبيعه معاه وكلموني ديجا انا نورمالمون حتى في الجبل الاحمر حكيت مع المعلم جمله فتح الهداوي ونورمال موكا جيت في تونس راني عملت دور صغير في جبل الاحمر وبون وكلموني افلام وكلموني على افلام ومسلسلات ما مانيش في تونس وفي تونس كما نقولوا نخدم كان مع انسان يقدرني ويعطيني قدري يحترمني فمش نخدم مع انسان انا ما تعرف في تونس تخدم تمشي تخدم في اي بلاصه باش يتكبروا عليك وباش يدزوا بزوراتهم عليك ما تعرف العقليه في تونس كيفاش. انا ما نحبش يكون ما يعطينيش قدر نحبش كل يحترمني يقدرني غادي وين نعطي الفلوس. شنو قال لك فتح الهداوي في على الخدمه اللي خدمتها؟ والله شيخ عليها شيخ عليها كيما فتح الهداوي هو ديجا جاري قبل كل شيء في تونس وكيما الفنانين الكل مش كان السيد فتح الهداوي كلمني معناها انا كلمته قبل مش هو كان هو قال لي راه الخدمه نتاعك تعجبني برشا برشا فنانين توانسه ومغنيين وبرشا شيخوا عليا معناها الحمد لله حتى من رجال الامن معناها برشا فنانات يبعثوا لي ميساجات يشكروا فيا على الخدمه اللي نخدم فيها. شكون اكثر كوميدي ضحكك السنه في رمضان تفرجت فيه بالحق اقنعك العمل نتاعو؟ والله اغزر انا اي كوميدي تونسي ضحكني مره في حياتي نقعد نغزر له بها حياتي الكل. معناها من لطفي العبدلي الكريم الغربي الباسم الحمراوي لجعفر القاسمي كلهم على بعضهم انا راني بعلوش
يشيخ عليهم الكل، فهمت معناه؟ ما عنديش انا واحد قدكش ديمقراطية بشير، ديمقراطية برشا حبايب الناس الكل. لا بالحق بالحق، حتى كان ممكن نتنبذ معهم نهار دابا عادي، اما ناخذ لهم كما نقولوا كان نهار ضحكني هو اعطاني كدرج في حياتي ضحكت فيه ناخذ له بيه انا، ذاك خاطر نعرف التعب اللي وراء الخدمه نتاعه، فهمت؟ باهي بشير، انت ما قريتش مسرح، معناتها تكوينك مش تكوين مسرحي؟ والله قريت مش قرايه، معناها دبلوم مسرح، عامل مسرح، وانا راهو كوليغراف دي جي انيماتور ديريكتور دانيماسيون. اه سي بيان، معناها كنت معناها نحكم في وتله في مصر، معناها وتله خمسة نجوم، فهمت؟ نعمل في السبكتاكل ومعروف في دومين التوريزم، معناها معروف يعرفوني برشا، فهمت؟ وفي تونس خادم، معناها خادم مسرح ودونس، ودخلت الميليو وراب، وفهمت؟ باهي نجمو نلقاو كيما لي انستغراموز باغ اكزومبل يبعثوا لك برودوي يقول لك يا بشير احكي لنا عليه ونخلصوك. ما نتصورش برودويات، ما نتصورش، انا نحب المسرح، نحب الفن، ما نتصور، ممكن نعمل ببليسيتي بكوميديا بفيديو، فهمتني؟ باهي مش نبدا نحكي للعباد او برودوي هذا مزيان ما تجيش. الامور انتقلت الى امور جديه، معناها من الحكايه كلانشي ضربت، توا نحكيو على الامور الجديه. نتصور حتى خدمتك الرسميه ما زلت تخدم فيها ولا ما عادش خدمتك اللي توا تخدم فيها في النمسا شنيه؟ والله انا عندي توا ثلاث شهور في النمسا، ما زلت اتعلم في اللغه الالمانيه. فهمت؟ انا جيت من فرنسا، كنت عايش في فرنسا، كنت اخر خدمه شديتها هو ريسبونسابل في شركه ترانسكوس، كملت معاهم، كنت نخلص شهريه مزيانه في 2400 اورو وشيكات تاع ريستورون الدنيا، معناها سافا محترم على الخدمه، طيبتها وجيت نعيش انا مع عائلتي لهنا في النمسا، قاعد نتعلم في اللغه الالمانيه وطيبه شويه، ما سافا تنص. انت كل مره تمس في السكتشات نتاعك، كل مره تمس قطاع من القطاعات، ما نعرفش انا، مره تنجم تكون بنكيجي ما تغشش، مره امني، مره ما نعرفش انا تخدم في البلديه، مره علاقه مع المواطن. اسك الناس اللي تحكي عليهم يتغشوا عليك بشير، يبعثوا لك ميساجات يقول لك علاش تخلي فينا في الصوره هذيك مثلا؟ ثم شكون يتغشش خاطر مش فاهم اللي نعمل فيه، والتوانسه كيكه، معناها نحن في بداياتنا نبارة، راهو معناها بس عندي نقولوا نحن ألف واحد يشكر فيا، يجي واحد ولا زوز يكتب لك كومنتير، معناها ولا يبعث لك ميساج يقول لك شو بتحكي علينا هكا، ويحطها في قلبه. ما تنساش ظروف المعيشه في تونس، الدنيا غاليه، مشاكل الاحزاب كذا كذا كذا، هذا ياثر في النفسيه نتاع المواطن زاد، راهو يلقى واحد يضحكه مش الناس كل تفهمها هذيك، فهمت؟ ثم بيئة معينة قاعدين في كالبول نتاع الغصة والستريس، فهمت؟ فيجي يفرغ قلبه هو، فهمت؟ في لي كومنتير ولا يشارجي بالفين انترنت ولا يمشي القهوة يعطيه سب يلقى قدامه يعطيك الكلاب. باهي الفترة الجاية شنو تفكر تعمل؟ نفس التوجه؟ فما مشروع؟ شنو الحكاية بالضبط؟ والله نخمم مش نعمل اسوسياسيون لهنا في النمسا. اي سي بيان. كولتيغيل، وقاعد نلم في التوانسه لهنا اللي يحبوا المسرح والتمثيل وكذا، فهمت؟ نلم فيهم وان شاء الله نعملوا جروب مزيانه ان شاء الله ربي سهل. باهي هذا على القريب العاجل، معناتها حاجه قريبه ان شاء الله. على القريب. اي ان شاء الله. باهي بشير وقتاش يروح لتونس؟ مازال عاد قلت لك مازال تعلم في اللغه الالمانيه، وبعد اللغه الالمانيه مش بالسهل باش تعلمها، وما عادش في مخي مروحه تو طول المامو. ان شاء الله كل التوفيق يا بشير، يعطيك الف صحه صديقي الغالي، وفرحان برشا برشا اللي انت معانا اليوم. مش خلي لك الكلمه اللي كنت على شكون تحب تعايد يا بشير، وعلى شكون تحب تسلم؟ نحب نعايد على التوانسه الكل، ونقول لهم ان شاء الله ربي يفتحها علينا ويعطينا ما نتمناه، وان شاء الله تونس ازين البلدان. امين. واحلى بوسه لاحلى فاميليا عندي، واحلى ديوان فيم جمله وبالحمله. ربي يخليك يا بشير. اسمع باش نعملوا فاز انا وياك تويكا، باش نقرا لك بعض الكومنتات اللي يبعثوهم لك العبيد، وانت قول لي كيفاش تجاوب. تراه بار راي باهي. يرحم والديك يا بشر، عندي سنين ما ضحكتش، هاني ضحكت اليوم، شو تقول له؟ يرحم والديك انت. باهي الكومنتير رقم 2، بشير علاش كل مره تحكي علينا وتسب في
علاش كل مرة تحكي علينا وتسب فينا؟ علاش احنا يا اخي ما عجبناكش هذا برامون كي تعمل قطاعات اللي تحكيت عليها؟ هذي اللي قفلك عليه قالك وفهمتني وجيت قدام هذي نعمله هذي ما نعملوش بلوك هذي نكون تنطفيه. عندي نهارين ما ضحكتش وهذا نهار الثالث اللي ما ضحكتش فيه، كيفاش جاوبوا هذايا؟ هذايا بلوك ديريكت. اي اما 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 النقد يا بشير راه ساعات باهي راه. انا مانيش كل الممثلين يجوك في التلفزه والراديوات يحكوا لك ونقد ونقبل، انا ما نقبلش نيجاتيف طاقه سلبيه ما نقبلهاش. انا الناس اللي تتبع فيا نسمح لهم على الاخر فاهمين ايش قاعد نعمل، انا مانيش قاعد نحرض، انا قاعد نعمل في ضحكه، نعمل في جو، نمثل في عقليه عندي تخمام عندي فكر، نحب الناس نضاف يدبوا فيا باش يجيني انسان مش فاهمني ومش فاهم في اللي قاعد نعمل فيه ما حاشش بيه. قداش عندك في تيك توك تو من مليون؟ لا تيك توك الكونت جديد في 70,000. والانستغرام طلعش شويه؟ الانستغرام ما نتبعش فيه جمله ما ندورش بيه. تو تجيه الانستغرام هاك جاي يا بشير. تحيه كبيره ليك صديقي محليك. عبيت تحكي على مش نفهم العباد تحكي على انستغرام معليش معناها ما فيش حتى شيء العباد اكثر حاجه تلقاهم في تيك توك ولا في فيسبوك معناها ايه بشير توجيه الانستغرام خويا ما عندك وين هارب معناتها شر اللي بده منه الانستغرام تحيه للانستغرام الكل شكرا صديقي فضلك يا بشير فرحان برشا اللي سمعت صوتك اليوم صديقي الغالي ربي يوفقك وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله بالحق نقولها معناتها راهو اليوم ديجيتال فتح الباب للناس اللي تحب عندها تقول في رواحها معناتها راهو معناتها بشير يحكي لك سبونتانيمون معناتها قال لك انا قبل كنت نحب نكون في التمثيل نحب نكون في 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 اما في الاخر معناتها خلينا نقولها هذايا راهو المحبه تجي من عند ربي معناتها انسان باش يهبط فيديو معناتها باش يضرب فما ناس تحبه فما ناس ما تحبش فما ناس تشوفه اللي يعمل فيه غلط فما ناس تشوفه صحيح ولكن هذا لا يمنع انه كي تعمل طله تشوف انه نومبر دو فيو لا باس به قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا بشير الغربي كل التوفيق ليه وللناس اللي تخدم على الديجيتال لانه انا من اول دقيقه قلتها نامنوا بالناس هذيا والناس هذيا راهي باش تفك حبيت ولا كرهت نسبه مشاهده اذا كان الكونتوني نتاعها